بينما تنحسر المعارك على الجبهة الشرقية لأوكرانيا، تتسع مجالات المواجهة بين روسيا والغرب، الأمر الذي يؤشر مرة أخرى بأن هذه الحرب ستطول وأن هذا الشتاء لن يكون شتاءها الأخير. فرغم إعلان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن تباطؤ وتيرة القتال في أوكرانيا مع حلول فصل الشتاء، إلا أنه أكد خلال كلمته في منتدى دافوس الاقتصادي الدولي يوم الأربعاء أن الوضع أصبح أشبه بالمأزق. زيلينسكي أكد أن الحرب تتباطأ في الشتاء بالفعل، وهذه حقيقة، لأن هناك ظروفا وأسبابا مفهومة حيث يتعب الجميع، الطبيعة والناس، لكنه أشار إلى أنه في الجزء الشرقي من خط التماس لا تزال المعارك الضارية مستمرة، أمر أكد عليه المستشار الرئاسي الأوكراني أوليكسي إيستافيتش في تسجيل الروس في تسجيل مصور قال فيه إنهم كثفوا جهودهم في دونيتسك ولوغانسك، وذلك تعليقا على بعض التقدم الذي حققته القوات الغازية مؤخرا بعد أشهر من التراجع والانكسار واستعادة الأوكرانيين مناطق في الشرق كانت قد احتلتها روسيا. المستشار الأوكراني أقر بأن الروس الآن في مرحلة نشطة جدا على صعيد العمليات الهجومية، وقال: نحن لا نتقدم في أي مكان بل ندافع. والواقع فإنه منذ إجراء نظام بوتين تغييرات شاملة على القوات التي كلفت بغزو أوكرانيا، سواء فيما يخص القادة أو التكتيكات، بدأ أن جيشه يؤدي أفضل أو على الأقل أوقف سلسلة الهزائم التي تعرض لها في الخريف الماضي، إلى درجة تجرأت معها القوات الأوكرانية على مهاجمة العمق الروسي، وليس فقط استعادة مدن ومقاطعات محتلة. تغير طفيف في الموازين، لكنه كان كافيا على ما يبدو لمنح الرئيس الروسي جرعة تفاؤل كبيرة دفعته للقول إن النصر في أوكرانيا حتمي، متباهيا بقوة الصناعة العسكرية الروسية التي قال إنها أنتجت العام الماضي ما يوازي الإنتاج العالمي مجتمعا. لكن هل القصة في الكم فقط؟ ألم تظهر حقيقة نوعية السلاح الروسي بمواجهة خردة الغرب التي تدفقت كمساعدات إلى أوكرانيا، لكنها كانت كفيلة بتغيير مسار المواجهة بعد أن كادت تحسم بالكامل لصالح الروس؟ لكن من قال إن الأمر توقف عند حدود أسلحة وذخائر قديمة قدمتها بولندا ودول أخرى لكييف؟ ألم يقر حلف الناتو بإرسال نظام باتريوت الدفاعي لأوكرانيا، وهو النظام الصاروخي الأكثر تطوراً على الإطلاق؟ ما الذي يعنيه تأكيد ألمانيا أنها سترسل دبابات من طراز ليوبارد إلى الأوكرانيين بعد أيام على وعود مماثلة من لندن؟ ماذا يعني تخصيص الولايات المتحدة جزءاً من مخزونها الاحتياطي من القذائف الموجودة في مستودعات البنتاغون بإسرائيل غير عودة التفوق الروسي وبالتالي الحاجة لكبحه؟ أم إن كل ما سبق يؤكد أن الهدف الغربي هو الإبقاء على حالة التوازن بين الطرفين بحيث لا يموت ذئب ولا يفنى غنم، وبحيث تستمر حرب استنزاف روسيا عدو الغرب دون أن يخسر الغرب قطرة دم واحدة مع استمرار عجز موسكو عن حسم المعركة؟